ليكيب سلام الله عليكم. فارس اوتوس كان تجور يحييكم دائما وابدا، مرحبا بكم، واي معلومه تجور نحب نشاركها معكم وتدلوا على الخير كيف اليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. جتنا هذا الاكسبير صاحب السياره من الفنسيس، مرحبا بناس الفنسيس ونشكرهم على الثقة اللي راهم دايرينها فينا. بإذن الله تعالى الولايات تختلف والمشاكل تختلف، ولكن الهدف واحد بإذن الله تعالى، وهو القضاء على المشاكل اللي راهي تعاني منها الناس كامل بإذن الله. صاحب السيارة هذا قال لك راه عندي بروبليم تاع الإكسبير هذا، راه عندي مونك دو تيراج التيرمينيت، قال لك ما يفوتليش 30 وقال لك مغمومة بإذن الله تعالى، وقال لك لو فويون تاع تشيك ما يجيش عليه وما عنده حتى فويون شعلته في الكونتير، نعملو دياغنوستيك ليكيب اوكان ديفو. فوالا ليكيب في كاكي من هادي، مادام سكانير ما يخرج لنا اوكان ديفو في كاكي من هادي، واش نديرو؟ لازمنا نيتيليزيو لي دوني ريال بإذن الله تعالى. نشوفوا الأو جي آر كيفاش راهي تخدم، بريسيون دو كاربيرون قداه، لي زانجيكتور قداه يبي سي ونا، بريسيون سيراليمونطاسيون قداه، لا سوباب جيومتري كيفاش راهي تخدم، بريسيون دو بريسيون تيربو كومبريسور قداه راح تكون. بإذن الله تعالى نطلعوا لي فالور تاعنا ونشوفوا ليكيب لا ديفيرونس بإذن الله تعالى. في لافان ليكيب بعد ليكيب بإذن الله تعالى تاع الفيريفيكاسيون تاعنا بإذن الله، واش لقينا؟ لقينا تيرمينيت كي يلحق لنا للدو ايدمي، لقينا تيربو كومبريسور تاعنا يدير لا ديشارج ويولي ما يغونفليش، خلاص تولي الفيكيل وكأنها ماشية سون تيربو. في كاكي من هذه فيريفينا لاليمونطاسيون تاع البومب افيد، لقيناها لاباس عليها الحمد لله. الكتروفان دو بريسيون لقينا الكتروفان دو بريسيون سير اليمونطاسيون ليكيب، في لافان هي اللي دارت لنا لو بروبليم. الكتروفان دو بريسيون ليكيب تاع الاكسبير ونراو راكب لنا هاو كيما رانا نشوف، هذه هي الكتروفان دو بريسيون سير اليمونطاسيون، حاطين له وحده جديده باذن الله، ما نقولوش جديده يعني بصح بونو في الدوريجين اكاس فرنسا. فرنسا حطينا له وحده باذن الله تعالى، خرجنا جربناها كانت الريزلطه يعني ما شاء الله، بصح ليكيب غير سوكتو انا جيت لقيت عنده ديجا كليكاج في لي زانجيكتور، قال لك وانا خلطت في لي زانجيكتور من قبل وال 92 كيما نشوفوا ليكيب كي نخلطوا لي زانجيكتور انا قلبوا في الكاتو الكات في الطروه ولا دو في الان، ليكيب توقع لنا دي بروغراماسيون ليكيب في لو كالكيلاتور موتور. واش درنا له؟ بروغراماسيون تاع لي زانجيكتور بربي ان شاء الله راح له ليكليكاج هذاك، ليكليكاج هذاك كان عنده ليكليكاج في ليكتيفيتاس يفوت ويسرع الفيكيل تروح له الكليكاج، قضينا له على المشكل هذا تاع الكليكاج، درنا له بروغراماسيون بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى الفيكيل جربناه كانت الريزلطا يعني ما شاء الله، والحمد لله يا ربي اللي وفقنا ربي سبحانه. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا ليكي في هذا الفيديو، بارك الله فيكم على حسن المتابعة والإصغاء، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.